مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة شمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة. بسم الله، غادي نحضر معكم بسيطلة بالشعرية والخضر. عندي هنايا بكية صغيرة، درت لها الماء طايب فزكتها حتى كترطب وكنصفيها. عندي هنايا المعدنوس والثومة وصدر ديال الدجاج. عندي الخضر، عندي القرعة خزو، عندي فلفلة. بسم الله، غادي نحك هاد الخضر القرعة وخزو. وغادي نقطع البصلة طريفات صغار، هي والفلفلة حمرا حتى هي كذلك نقطع طريفات صغار. غادي ندير هاد الشحر مع هاد الصدر ديال الدجاج اللي مقطع طريفات صغار عندي حتى هو. كندير له شويه ديال زيت الزيتون، نزيد له الملحه كتبقى على حسب الذوق، وكنردهم يتشحروا شويه. غادي نضيف الثومه، ندير جوج فصوص ديال الثوم اللي درت حكيتهم. صافي تحرات شويه، غادي نزيد لها الخضر. دابا غادي نزيد التوابل. عندي هنايا سكنجبير معلقه صغيره عامره، البزار غير نص معلقه، فلفله حمراء حتى هي معلقه صغيره، كلهم معلقه صغيره عامره، الخرقوم، الطحون، قزبر يابس مطحون، وكنشحر مزيان حتى كتنشف لي من الماء، ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. غادي نزيد المعدنوس، وغادي ندير شعريه الصينيه، غادي نقطعها بحال هذا الشكل هذا بالمقص، وغادي نزيدها حتى هي كذلك نشحرها شويه. الزيتون مقطع والخيار مخلل مقطع حتى هو او الكورنيشو حتى هو مقطعين طريفات صغار. صافي كنخلطهم وكنحيدهم فوق العافيه، وغادي نخليهم حتى يبردوا. عندي هنا نص كيلو ديال الورقه، الورقه كبيره جبت الكبيره، كنحلها بحال هكذا وحده على وحده، وكندهنهم بالزيت، كندهنهم مزيان كلهم. صافي ساليتهم بالدهن، وغادي ناخد هذا المول هذا كندهنو بالزيت حتى هو، وكنفرش له هذه الورقه، وكندير له فرماج محكوك، عندي موتزاريلا والحمر اللي كان موجود عندكم، وكنزيد الحشوه وكنطوي بحال هكذا، كنشدو بحال كنشد شي رزيمه، كنجمع الجناب بحال هكذا وكنلوي بحال هكذا، وكنطوي لداخل يرجعوا لتحت بحال هذا الشكل هذا بحال هكذا، وكنحطهم فوق. صافي كنلوي كنزيرها مزيان باش ما كيبقاش داك الفم ديالها محلول باش ما تخرجليناش الحشوه منه.
صافي ساليتو، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت مع الفلاح مرا ولا الحرور كندخلهم الفران. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى اللقاء وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله.